نقلكم. مرحبا، اليوم الوصفة فطاير جبنة بالنعناع، وصفة كلش طيبة وشهية، وعجينتها صراحة قطنة تقدرون تعتبروها، وأنا استفاد من هاي العجينة نفسها بالبيتزا وبالفطاير وبلحم العجين وبالصاج وبأي عجينة ثانية تقدرون تدخلوها، لأن هي عجينة مالحة. أتمنى تجربوها، كلش طيبة، تفيد كعصرية ريوق أو عشاء أو واحد إذا عنده عزيمة. واو جبن. طبعا هنا الجبن استخدمت أنواع هواية، راح أبين لكم إياها بالفيديوهات داخل الوصفة، موجودة الأنواع والصور مالتها شنية. بالنسبة لي ما أحب استخدم نوع واحد، لأنه كل نوع له طعم معين. لاحظوا هنا إشقد هي هشة، على الرغم إنه كانت كلش حارة، قوة ألزمها. لاحظ الجبن والخليط مالته والذوبان والعجينة إشقد هشة. نبدي بيها. أول شي كوبين طحين أنخلهم، أضيف فوقهم ملعقة خمرة، ملعقة أكل خمرة، شوية شكر، شوية ملح، وأضيف للخليط إضافات جديدة 2 بياض بيض وخمس ملاعق أكل تقريبا لبن رائب روبا مو حامض. البياض هنا الصفار راح أعزله على مود الوجه، أحاول إنه أغلفه حتى ليصير طبقة سميكة من البياض. بعدها أضيف اللبن مثل ما ذكرنا، أو أضيف كوبين مي دافي. أنا أخلطها وأبدي أخلطها بال مضرب اللي عندكم، مضرب يدوي او بكيفكم، بيديكم براحتكم. المهم اخلص من كل التكتلات اللي موجوده واتركها لمده 10 دقائق. خلال هذا الوقت انا راح احضر الاجبان الموجوده عندي. انا استخدم دائما هاي النوعيه من مرسين، نكهه الزعتر، نكهه الشبنت، ونكهه الحبه السوداء، واضيف وقاها قشقوان واحد، واضيف وياها جبنه صفراء، اما تشيدر او جبنه مراعي او اي جبنه ثانيه صفراء. راح اضيف جزء من النعناع مثروم، مغسول ومثروم، احركها وياها. ابدي هنا احضر باقي العجينه. لما انقضت فتره الربع ساعه اضيف 3 طحين وواحد بيكنج باودر وكوب تقريبا او 3/4 كوب حليب منخول، ونفس الكوب استخدمت به هو كوب الزيت، وابدي اعجنهم. يعني كميه الطحين اللي استخدمته بالاجمال بهذه الوصفه هو 5 زائد كوب طحين راح استخدمه اثناء عمليه العجن. راح اضيفه على دفعتين لحد ما احصل العجينه المضبوطه، بالاضافه الى اخر خطوه اضافه تقريبا 1/4 كوب زيت اعجن بها اخر خطوات العجينه، وابدي اقسم العجينه الى دوائر مكعبات صغار، يعني اخليها تختمر على راحتها بهذا الشكل. اتركها تقريبا فتره نصف ساعه مو اكثر، او تقدرون راسا تستخدمها مباشره، لان احنا تركناها لمده ربع ساعه بالبدايه اختمرت بها العجينه. لاحظ هنا اختمار العجينه ايش صارت لينه ومختمره زايد. راح ابدي افتحها بالشكل هذا، ما تحتاج من عندي جهد لا شبك ولا شيء، بس مجرد بالاصابع افردها شيء خفيف، وابدي اضيف كميه هوايه من الجبن. اطيب شيء بهاي الوصفه انه اضيف كميه جبن هوايه، اكو ناس تحب كميه الجبن قليله بقدر راحتهم. ابدي اشيل الجزء الزايد من العجينه، ما احبها تكون عباره عن تكتلات عجينه، دائما احبها تكون خفيفه و يعني تكون رفيعه. ابدي صفار البيض، اخلط فوقها ملعقه اكل او ملعقه شاي، قشطه، شكر، ملعقه كوب شكر، وشويه فانيلا، وهنا نضفت بالاخير ملعقه شاي نعناع مجفف. تقدرون تستغنون عن هاي الخطوة. راح أزين الوجه ب3 أشكال، أكو بقية سادة بس مجرد بياض، وأكو أضيف فوقها زيتون، وأكو راح أخلي فوقها السمسم، وأكو ناس أضيف حبة السوداء. صراحة غير أطيب شي بهاي كليتهم كانت اللي فوقها السمسم، يعني صراحة السمسم ينطي طعم كلش طيب للفطاير. هنا الفطاير تقريبا تركتها على حرارة 230 من فوق من جوا، استغرقت عندي الصينية الوحدة 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، استواء تام، كلش طيبة وما تحتاج جهد هواية، ووجبة غنية بالفوائد. أتمنى الكل تجربها، واللي يجربها أو يجرب هاي العجينة بغير وصفات ثانية يذكرنا بالتعليقات، وألف عافية. أتمنى تستفادوا من هذه الفيديوهات. طيب شلح البايبي وين فتاية طيب واو بالافيا حبايبي.